طيب تاني خبر معانا هو عن ترافيس سكوت وحفلة ترافيس سكوت، وان هما قدروا الفانز بتوع ترافيس سكوت لما الحفلة اتلغت هما عملوا الحفلة بقى بتاعتهم، راحوا عند الأهرامات في نفس يوم الحفلة اللي كانت المفروض تتعمل فيه، وقعدوا بقى يتنططوا وشغلوا الألبوم الجديد بتاع يوتوبيا اللي هو أصلا كان جاي يعمل حفلة يغني. عشان يبروموت ليه بالظبط، هو كان اوريدي نزله، فقعدوا يشغلوا الاغاني بتاعت الكونسرت او الاغاني بتاعت الالبوم، وقعد بقى يغني فيها ويعملوا ويتصوروا. فاز فيري نايس، نزلنا لكم الفيديو امبارح والنهارده بنشير معاكم الفيديو دلوقتي. لو انتوا بتتفرجوا علينا على اي بلاتفورم غير انستجرام انتوا ديفينتلي بتشوفوه، اما لو بتشوفونا على انستجرام تقدروا تشوفوا بعد الحلقه الفيديو بتاع امبارح بعد ما نزلناه. بجد بجد الفايبس فظيعه، تحس ان انتوا لو في حفله مش تعملوا كده يا جماعه في ايه. فا it was really nice يعني. Yes.